بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عظيمة يا مصر دوما، أنت الحضن الدافي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة 514 جاية في وقت أعتقد مصر كانت سعيدة جدا وفخورة بحفل الأفضل على شاطئ البحر الأحمر. يعني الحقيقة وانت بتتابع ما تقوم به الإدارات المصرية في تنظيم الأحداث، هلخص لك حاجة بسيطة جدا. عندما يجتمع الإبهار مع الوقار مع يعني الأناقة والشياكة والتنظيم، مفيش حاجة أوفر، لكن كل حاجة في مكانها، كل حاجة في مكانها. عشان كده لها فقرة مهمة كمان ضمن أربع فقرات في حلقة الليلة. من جديد البطل في مناجم الذهب، وإن طال السفر. بعد العشرة الأولى انظر حولك وبعيد كمان. وأخيرا هوامش على تفاصيل الأفضل.